هذا يسأل عن الدراسة المختلطة، هذه مصيبة الحقيقة، مصيبة الدراسة المختلطة بين الرجال والنساء، مصيبة عظيمة، وفيها نزع للحياء عن الرجال والنساء، وفيها وسيلة للفساد. هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، وعلى المسلم أن يبتعد عنه، على المسلمين الملتزمين إنهم ينشئون مدارس أهلية، مدارس أهلية للبنين على حدة وللبنات على حدة، عليهم إنهم يعملون هذه الأشياء. إذا لم يكن هناك إلا مدارس مختلطة، فعلى المسلمين إنهم يحاولون ينشئون مدارس أهلية واحدة للبنين وواحدة للبنات إذا كانوا يستطيعون ذلك. نعم.